لطالما كانت هناك علاقة وطيدة بين نظريات المؤامرة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هناك مجموعات من الألغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، منها الرماديين ومنها الفضائيين. والغريب في الأمر أن في كل قصة نجد أن شخصا ما هو سببها في الشهرة. والأغرب من هذا أن الشعب الأمريكي يصدق كل هذه النظريات، لكن في الحقيقة توجد بعض الدلائل التي تجعلنا نشك في الأمر، وأكثرها هو ما يحدث للشخص الذي يفضح المؤامرة. في قصتنا اليوم لن نتحدث لا عن رماديين ولا عن فضائيين، بل عن شيء هو الأغرب في قناتنا لحد الساعة، الزواحف البشرية. يقال أن ملكة بريطانيا هي من الزواحف البشرية، وجاستن بيبر والكثير من الشخصيات المشهورة. لا، ليس هذا فقط، بل يقولون بأن الماسونية تعمل تحت إمرة الزواحف البشرية. قصة الزواحف البشرية ليست جديدة، بل يرجع تاريخها إلى ما يقارب 7000 سنة قبل الميلاد. ولكن قبل أن أحدثكم عن ماضيها، دعنا نتحدث أولاً عن شخص كان هو السبب في جعل الأمريكيين يصدقون الأمر. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والتعليق. هيا نبدأ. في الحقيقة هناك العديد من الشخصيات في هذا العالم والتي أخبرتنا بأسرار المؤامرة، والذين يشعرون بأنهم يعرفون ما لا نعرفه. ديفيد آيك هو أحد المصرحين بنظرية المؤامرة، كما أنه هو الأشهر من بينهم. كان ديفيد لاعب كرة قدم، حيث لعب كحارس مرمى لفريق هيرفورد يونايتد، ولكن للأسف اضطر للاعتزال في سن 21 سنة بسبب معاناته مع التهاب المفاصل الذي كان يعاني منه أثناء مزاولته للعب. بعد هذا غير مساره المهني من حارس كرة قدم إلى صحفي، حيث أصبح مراسلا صحفيا في قناة البي بي سي، وقام بالتعليق للعديد من الأنشطة الرياضية، ليس تعليق الفيسبوك ولكن تعليقا رياضيا، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية في سنة 1988. لكن سرعان ما تغيرت كل مخططاته وبدأ مسارا آخر. في بداية التسعينات استطاع ديفيد أن يكتب أكثر من 20 كتابا، وحققت مبيعات الأقراص الخاصة به نجاحا باهرا، كما ألقى محاضرات في أكثر من 25 دولة. كل شيء يبدو عادي، لكن في سنة 1991 قام ديفيد بتصريح على المباشر صدم الجميع، حيث قال بالحرف الواحد بأنه ابن الإله. You claim to be the son of God. Is that true? Yes, you see, the thing is that you know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. إضافة إلى هذا، قال بأن هناك مخلوقات غير البشر هي التي تسير العالم. قام ديفيد بنشر العديد من الكتب، ومن بين هذه الكتب كان هناك كتاب واحد باسم The Biggest Secret، أو السر العظيم. في هذا الكتاب ذكر الكثير من المؤامرات، وقال بأن جميع ملوك بريطانيا هم من الزواحف البشرية، بما في ذلك عائلة روتشيلد التي يقال بأنها تحكم العالم، وعائلة بوش، إضافة إلى رؤساء أمريكا والعديد من الشخصيات الأخرى. الأمر في الحقيقة يبدو كقصص الخيال، لكن بعد هذا التصريح تم منعه من دخول بعض الدول، وتم منعه من إلقاء المحاضرات. المشكل ليس هنا، المشكل أن 11% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يصدقون بأن هناك زواحف بشرية. ولكن أولاً دعونا نشرح ما هي الزواحف البشرية. الزواحف البشرية هي عبارة عن مخلوقات shape shifters، بمعنى أنها قادرة على تغيير شكلها وتتحكم في الأرض من خلال اتخاذها لشكل بشري واكتساب القوة السياسية، وذلك لكي تتلاعب بالمجتمعات البشرية. تم تسميتهم بالسحار البشرية لأن لهم جلداً يشبه تعابين أو السحالي، كما أن هناك فيديوهات تم تداولها والتي توضح بأن الزواحف البشرية من الممكن أن تكون موجودة. فمثلا في هذا الفيديو نلاحظ تغيرا في عين الملكة إليزابيث، والذي ليس له أي تفسير. وهنا أحد حراس الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي تبدو حركاته غريبة جدا، كما أن شكل وجهه ليس بشريا. وفي هذه الصورة نرى وجهه الحقيقي، إضافة إلى فيديو لكريس براون، والذي نلاحظ بأن يده بطريقة ما ظهرت فجأة وراء الكرة،
وهنا جاستن بيبر والذي خلال محاكمته ظهرت عينه بشكل غريب تماما. وهناك الكثير من الفيديوهات الأخرى. عند بحثي في الموضوع وجدت بأن ديفيد ليس أول شخص يتحدث عن الزواحف البشرية، بل هناك من تحدث عنها قبل حوالي 7000 سنة قبل الميلاد، حيث وجدت لهم أثار في الحضارة السومرية البابلية في بلاد الرافدين في فترة الملك النمرود، وبها تماثيل خرافية شديدة القدم تؤكد على وجود هذه الأعراق والأجناس على سطح الأرض. ولقد تم تسميتهم في التاريخ البابلي بالأنوناكي، فالبابليين كانوا على اطلاع وثيق بالعالم السفلي الداخلي من طبقة الأرض. ويعتقد ديفيد بأن هذه الكائنات هي نفسها الآلهة البابلية الأنوناكي أو الملائكة الذين سقطوا من السماء، الذين يتلاعبون بالأحداث العالمية لإبقاء البشرية في خوف دائم. ديفيد لم يصرح بهذه المؤامرة وحسب، بل في بث مباشر على قناته على اليوتيوب ادعى أن أبراج الـ 5G لها علاقة مع فيروس كورونا، مما دفع العديد من متابعيه إلى تكسير هذه الأعمدة وحرقها. في الأخير تبين بأن ديفيد قد حقق أرباحا خيالية بسبب نشره لهذه المؤامرات، حيث باع في سنة 2013 20 مليون نسخة من كتابه، وكان يحقق أرباحا تصل إلى 190,000 دولار من قناته على اليوتيوب قبل أن تغلق، وتقدر ثروته الآن بنحو 10 مليون دولار. أما بالنسبة للفيديوهات التي رصدتها الكاميرات فليس لها أي تفسير منطقي. المهم أخبرني في التعليقات ما الذي تظنه عن الزواحف البشرية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة إن كنت غير مشترك وتضغط على زر لايك لأن هذا يساعد. وشكرا.